حظيت قرية باردي بمركز إداري كونجرو بمركز صحي جديد، حيث جرى حفل الافتتاح بحضور العديد من المسؤولين وأهالي القرية. تقرير محمد طاهر جبن الحور للمرة الثانية. ابتهاجا بتأسيس مركز صحي في قريتهم، خرج أهالي باردي بمركز إداري كونجرو بكثافة للاحتفال بتدشين المركز. هذا المبنى سيضم المركز لفترة مؤقتة في انتظار نهاية بناء المبنى المخصص له، والذي تكفل عدد من أبناء المنطقة ببنائه. وأنشئ المرفق الصحي لتوفير الحد الأدنى من الخدمة الصحية كعلاج الأمراض الشائعة والتخفيف عن معاناة الحمل لدى النساء، إلى جانب تطعيم الأطفال، بحسب تصريحات مسؤول المنطقة الصحية بكونجرو عزو عبد القادر. ومن ناحيته، ممثل المندوب الإقليمي للصحة العامة بالبطحاء يونس حسين فقال إن تحسين الوضع الصحي للمواطنين من اهتمامات السلطات العليا بالبلاد، وعليه فإنه من المقرر أن يتم تدشين المزيد من المراكز الصحية بالقرى النائية في عموم الإقليم، سعيا لوضع حد لوفيات الأمهات والأطفال. باسم سكان قرية باردي، قدم ممثل شيخ كانتون داركوكا شكره لوزارة الصحة العامة عبر المندوبية الإقليمية لتأسيس هذا المركز، تزويده بالمعدات والأدوية، وإرسال طاقم طبي للعمل فيه. تمام. مركز سيهي دهابا دورنا فكوم مال بارد ده علينا قلنا ناس انا بارد عندهم شجاعة، ناس انا بارد عندهم نية، ناس انا بارد خادمه، قلنا نمشي لهم. وخاصة انتم مقتين من كونجرو المكان جادة، انتم خلاص مقتين من كونجرو، عشان ده علينا قلنا نجي بدري قبل الخريف نفكو لكم، عشان تعرفوا امراض انا الخريف ده ان شاء الله تواجهوا فوق. هذا ويضم مركز إداري كونجرو 222 قرية بمساحة إجمالية تقدر ب 2600 كيلومتر مربع. بهذا التقرير نصل إياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية العربية التي قدمناها لكم من الفضائية الشادية من جمعنا. أشكركم، حتى ألقاكم، دمتم في أمان الله.